نوصلهم ازاي؟ رايت كليك وعندنا المره دي لاين كات تول واضحه. لاين كات يعني كده وتقطع، كده وتقطع. بس اللاين كات ليها كذا مود. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو مسكت النقطه دي وقلت له اوصلها باللي قدام، كليك، بص هي لسه الواير ده لسه هيفضل معاك، عشان تخلص منه تعمل اسكيب. انا بس هعمل كنترول زد لان انا عايز سنجل كات، اللي هو كليك كليك تبقى قطعت، كليك كليك تبقى قطعت. في الحاله دي هختار الاوبشن ده، سنجل كات او سنجل لاين. كليك على سنجل لاين، تمام، ونخلي بالنا ان ما نوصلش حاجات غلط، تمام. عشان كده هطلع من التوب الاول عشان ابقى ضامن. ادي دي قصاد دي، خد بس نقطه السنتر بتاعك وبعد كده كله هيتظبط كمان، تمام. بس عشان نضمن انها على النقطه بالظبط هنقوم رايحين هنا كليك ونختار حاجه اسمها انيبل سناب. سناب عشان يقوم جاي جايب الاداه فوق النقطه بالظبط. هقول له انيبل سناب وكليك واطول الضغطه تاني واتاكد ان هي 3 دي سنابنج، واتك تاني واتاكد ان هي فيرتكس سناب. يعني بنعمل سناب على الفيرتكس على النقطه. خلاص هاجي هنا كده اهو، شوف هو الدايره دي معناه انه عمل سنابنج. كليك واروح شوفه مغناطيس راح لها لوحده، كليك خلاص سنجل كات، مش محتاج انا ده بعد كده، بس خلاص اتاكد بس ان مفيش مقلب حصل فيها تحت، مفيش. بعد كده هنفضل ماشيين بالمنظر ده، كليك 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 وكليك كليك 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 كليك. انا تعبت. هنا بقى لو انا عملت كليك كليك مش هيجرى حاجه. بعد كده كليك، وهنا تاني، هنا 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 وهنا هنا هنا هنا. نيجي بعد كده، اوعى تاخد ده، ما تقوليش اخد دي مع دي. بمجرد ما تاخد دي مع دي طلع عندك ايه؟ مثلث. كنترول زد. اللي هتاخده هتاخد دي مع دي. كده عندي كواد. ازاي؟ 1 2 3 4، تمام. بعد كده دي مع دي، وبعد كده دي مع دي. خلصنا توصيل، وخلصنا توصيل واحنا عندنا الدنيا كلها زي الفل، ما عندناش اي تراينجل. واحد يقول لي ده مثلث. مثلث مين يا عم الحاج؟ عد 1 2 3 4، ماشي. العبرة بعدد الأضلاع مش بالشكل. ناخد الفيسز، وهاخد لي من هنا الكام فيس دول زي ما اتفقنا. ما نعملش على طول الحركة دي، لا. رايت كليك استرود انر، وهاخد دول كده سكيل، واقوم واخد ده كده. طالما انا عايزها بشكل زي ده رايت كليك اكسترود، واقوم هوب واخد اكسترود لتحت، تمام بالشكل. ادي التفصيله دي، تمام تمام. كليك ماشي. طيب هوريكوا ازاي نظبط الدنيا دلوقتي، تعالوا نظبطها من بره. بصوا انا عملت كده، انا مش عايز دي بالنعومه دي. انتوا عارفين السب ديفيجن سيرفس بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على الفرق بين كل اتنين ايدج. بمعنى شايفين الايدجز اللي فوق دي والايدجز اللي تحت دي، اللي هي من الاخر. يعني لو جينا رحنا لسيلكت لوب سيلكشن ومسكت دي شيفت مع دي، شفتوا الفرق ده او الفيس ده؟ ده بيتحول لكيرف. بصوا كده، اظن وضحت قوي. فلو انا ضيقت الكيرف ده هاخد هنا بيفل شكله حلو، وفي نفس الوقت الموديل بتاعي محتفظ بنفس التوبولوجي بتاعه. هي دي الفكره اللي احنا هنشتغل عليها في السموث. طب انا هعمل الموضوع ده ازاي؟ بسيطه،
هنشتغل على طول باللوب باس كت. هاجي هنا مثلا واقوم جاي طبعا هشيل بقى السنابنج، مش عايز سناب، واقوم جاي عامل كت. في طريقه تانيه؟ اه، وخصوصا مع الايدجز اللي زي دي اللي هي ماسكه سطحين زي دول، ممكن نعمل ايه؟ هروح لسلكت لوب سلكشن تاني واخد دي مثلا، رايت كليك، وعندي هنا اداه اسمها بيفل. بيفل بتقوم عامله من الايدج دي نسخه تانيه، واحده فوق وواحده تحت. طبعا لو مسكت سحبت لفوق كده اهو، هو ده اللي انا اقصده، حاجه كده مثلا. طبعا البيفل عندنا هنا فيها اوبشنز الاوفست، الاوفست لو انت عملت كده هيعمل زي ما احنا شايفين، تمام. وعندي السب فيجن بيقوم مزود الجايه في النص، انا مش عايزه. وعندي هنا حاجه اسمها الميترنج، في الغالب هنخليها يونيفورم عشان نتفادى اي فيسز او ايدجز ملهاش لازمه. لو انا جيت عملت كده تمام، طبعا لسه اللي فوق دي هتتعمل، بس واضح ان اوبس اللي حصل. طالما سبت الاداه وعملت اي حاجه، مشكله سينما بيحط فوق الاداه، فانا هعمل كنترول زد وهفضل زي ما انا، وممكن اعمل كنترول زد تاني زد تاني زد تاني وارجع اعمل بفيلد زي ما عايز. سيلكت لوب سيلكشن، هسيلكت اللوب اللي فوق، رايت كليك بيفل، وهبيفل دي كمان كده. دي ممكن احط لها سب فيجنايه كده بالمنظر ده. الحته اللي فوق دي بصوا شفتوا بدا ياخد اهو، بدا ياخد الشيب، بدا ياخد الشكل. طب الفطيره اللي تحت دي هنقفل ده واروح هنا تاني. المفروض تتوصل بصراحة، بس أنا مش مستعد أوصل، فأنا هعمل حل هسميه إيه يعني ديرتي، يعني صياعة، وأخد دي كده تمام. ويعني بما إننا جينا تحت كنترول وأسحب دي فوق سن، يعني سكيل سكيلها شوية، رايت كليك اكسترود انر، اكسترودها كده سنه كمان سنه كمان، يعني اعمل اي حاجه تحت. لو جيت عملت كده طبعا محتاجه ظبط، الظبط كالاتي: سيلكت لوب سيلكشن، بصوا جاب مين الفيسز ليه؟ لان انا على الفيس مود، خلي بالك من المود اللي انت عليه. كليك الايدج، هكليك الايدج دي، رايت كليك بيفل، شفت عدتها كم مره تمام، نفس القصه سيلكت لوب سيلكشن، رايت كليك بيفل. شفتوا احنا استخدمنا في ادوات استخدمناها زي ايدنا ورجلينا تمام، فخلي بالكم عشان دي هتنفعنا. سيلكت لوب سيلكشن نفس الموضوع، رايت كليك بيفل، وابيفل دي سيلكت. بالمنظر ده لو جيت عملت كده الشيب من تحت اتظبط. نكمل فوق، فوق في كلام لبكره. هاجي هنا طبعا بصوا دي كده بايظه، فهنعمل ايه؟ نفس الليله سيلكت لوب سيلكشن، رايت كليك بيفل. دي بقى مش مستاهله سب ديفيجن، مش مستاهله السب ديفيجن دي، يعني مش مستاهله دي تمام. ليه؟ لان انا عايزها سوفت كده شويه. نفس القصه هنا اهي، سيلكت لوب سيلكشن، كليك رايت كليك بيفل، وسنايه كده. فكده اهو عملت سيرفس وعملت سموث ايدج. جينا بقى لفوق، نقفل دي بقى مؤقتا ونشوف هنا هنعمل ايه. هنا بقى مش هتنفع حكايه مش عارف. لو رحنا سيلكت لوب سيلكشن وهمسك، خلي بالك بقى ان سينما هنا رخم، بص 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 بص، شايف الماوس ده فين ونزل فين؟ فخلي بالك سينما بيرخم شويه في الحته دي، يعني هي هتيجي اهي خلاص. رايت كليك وهنبيفل دي كده. الحته دي على فكره فيها المشكله، بصوا مش انا اخترت الميترنج يونيفورم، بصوا لو رجعته ديفولت هي دي اللي بتكلم عليها، مش عايزه يعمل لي اي، مش عايزه يعمل لي تراينجل، مش عايزه يعمل لي مثلثات.
فعشان كده من الاول انا بقوم ظابط دي يونيفورم. تمام كده اللي فوق اهي اهي بدات تظبط، بس انا عايز دي تظبط اكتر من كده كمان. نفس القصه في الاتش دي، سيلكت لوب سيلكشن، اسيلكت هاتي اهي رايت كليك بيفل. لو لاحظتوا انا عمال بكرر في نفس الخطوه اهي. بصوا كده فوق بدات ايه اهي هتظبط. تمام هتظبط. طيب ازاي بقى نعالج ده؟ بصوا كده بدل ما يبقى الشكل الدائري ده، لا انا عايزه شكل مستطيل عن طريق نفس الحركه، بس الحركه دي بقى هتبقى فيها لفه شويه. ليه بقى لفه شويه؟ ولا لفه ولا حاجه. رايت كليك نروح للوب باسكت. بصوا كده اهو عشان اوريكم دي هتقطع ازاي. بصوا قطع ازاي اهي قطع كده. بس في حاجه، انا اولا عايز اقطع هنا صح، وعايز اعمل نفس الحركه دي قدامها الناحيه الثانيه عشان يبقى دي زي دي. طب ما تفتكروا من شويه قلت لكم في ايه؟ سيمتريكال كات. كليك اهو اخدها كده. وعايز اوريكم برضو حاجه بسيطه عشان تبقوا عارفينها. انا هقرب قوي من النقطه واكليك. بصوا الدنيا مظبوطه، بس عايز اقول لكم على حاجه بقى. مع السب ديفيجن سيرفس حاول ما تخليش نقط قريبه من بعضها بدرجه رخمه. يعني دي قريبه من بعضها سنه، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نسلكت البوينتس رايت كليك سلايد. بس كل الحكايه يعني هنريح التنجن. يعني ايه التنجن؟ يعني الشد، ما تبقاش مشدوده قوي علشان ما تعمليش تنجن ويبان الموديل بتاعك مشدود. طبعا وهكذا بقيه اللي احنا عملناها من شويه، ونفس القصه نفس القصه هنا. تمام ما نقربهمش من بعض قوي، يعني سنه كده سنه كده. تمام وما تفتريش في المسافه دي، يعني خليك كل حاجه بالمعقول حلوه كده. بس لو جينا عملنا كده هنلاقي الشد بقى خفيف، بس لسه الحته دي عايزه تتشربن، تبقى شربن عن كده. ازاي؟ هتضربوني. سيلكت لوب، خد اللوب ده شيفت بصوا كده هو عمل لوب بس عملها على البوينت. ارجع للايدجز لوب شيفت مع اللوب التاني. تمام رايت كليك بيفل. الظاهر ان الليسون ده ليسون البيفل. تمام الميترنج ديفولت هنا مش تفرق في حاجه يونيفورم، لكن تفرق قوي ان احنا نلاقي الموديل بتاعنا اتظبط. الناحيه الثانيه اقفل سيلكت لوب سيلكشن كليك لوب شيفت رايت كليك بيفل نفس الموديل اتظبط. لو جينا عملنا كده ديسبلاي جروت شيدنج هنلاقي الموديل بتاعنا بدا فعلا 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 يظبط. ما عندناش تنجن، ما عندناش شد، ما عندناش اي حاجه. طبعا ممكن تروح للسب ديفيجن سيرفس وتزود حاجه اسمها السب ديفيجن اديتور. السب ديفيجن يعني ايه كلمه سب ديفيجن؟ يعني بيقسم الفيس لثلاثه او لاربعه فيس. تمام فلو احنا عملنا ثلاثه بقى الموديل تحفه. تمام لسه بقى الفطيره اللي جوه دي. طبعا من هنا شفتوا لو انا ما قداميش الايدجز او ما قداميش السيجمنتس ولا هعرف اعمل اي حاجه، عشان كده بروح هنا واقوم قايل له جراد شيدنج. نيجي هنا تعالوا ننعم الفتحات دي. سيلكت لوب سيلكشن وسيلكت اللوب ده شيفت مع اللوب ده. خدهم كلهم مرة واحدة. على فكرة واحد يقول لي طب ما انت من الاول يا عم ما عملتش الحركة دي ليه؟ لان حضرتك لسه اول مرة تتعلم الموضوع، فلو ما كررتها لكش يعني
ما اعتقدش انك هتفهم اول مره وتفضل ترجع المحاضره وتجيبها وتوديها. فانا عشان ما اخليكش تفضل ترجع في المحاضره وتعمل الكلام ده كله، بعيدها مره واثنين وثلاثه و10، لكن بعد كده الموضوع هيبقى اسرع من كده، ونمط الشرح هيبقى بصراحه اسرع من كده. ادي البيفل، وهنا صب في جنايه واحده، وافتكر الدنيا كده. طب في حاجه، لو انا عايز اعمل كده بس كميه البتاع مش الايدجز مش او السيجمنتس مش مخليني عارف اشوف حاجه، في حاجه حلوه قوي لما تيجي تشتغل على السب ديفيجن سيرفس. عندك حاجه اسمها من اوبشنز من ديسبلاي، حاجه اسمها ايزو بارمز. لو ضغطت على ايزو بارمز هيعمل لك بالمنظر ده، بس هي سموث، بس شايف عارف اشوف تمام بالمنظر اللي انت شايفه. انا كده خلصت الحته اللي هنا، هرجع لها تاني بس في حاجه بسيطه. نيجي هنا بقى نقفل ده ونيجي هنا. طبعا هنا ما افتكرش ان في كلام كتير في الحته اللي تحت دي. سيلكت لوب سيلكشن، وهسيلكت دي شيفت مع دي وشيفت اكيد مع اللي فوق، رايت كليك بيفل بيفل ايه بس بفل بسيط كده اهو. بصوا في ثواني الدنيا ظبطت فوق، بس لسه هنا بقى. هنا ممكن تقول لي طب ما احنا عملنا زي المره اللي فاتت. طب احنا عملنا ايه المره اللي فاتت؟ عايزين نخلي دي مربعه صح؟ اهي. اذا هنعمل زي ما احنا عملنا فوق، هنقوم عاملين رايت كليك ونجيب مين؟ الباس لوب كات. بس هنا بقى هتلبس في الحيطه، شايف؟ هشيل السيمتريكال، بص شايف هتقطع لك لغايه فين؟ طب انا مش عايز هنا حاجه، ده انا عايز شغلي كله هنا. هنا بقى هنشتغل يدوي. يدوي ازاي؟ هنعمل رايت كليك وهنشتغل باللاين كات تول، بس المره دي انا عايز اكليك كليك 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 كليك، يعني انا هشتغل كليكات على طول مش كليك وكليك وهقف. فعشان كده هشيل سنجل لاين، ومن هنا بقى تمشي مع الشكل بتاعك وتتاكد انك انت على الايدج مود. هاجي هنا هنا مثلا كده قريب شويه كده مثلا، وكليك وكليك، وحاول امشي مع التوبولوجي بتاع الموديل، و يعني كده مثلا، وهروح على ده وده وده، وبعد كده ده. خلوا بالكم عشان هنتزنق زنقه سودة هنا دلوقتي. وده هتقولي طب ما اكمل، هكمل اروح فين؟ تمام، لو رحت كده اصبح عندي هنا مثلث اهو واضح خلاص، ولو رحت هنا اصبح عندي برضه مثلث. طب ايه الزنقه دي بقى؟ في الحاله دي مش هنقف لا هنا ولا هنا، هنقف في النص تمام، في النص كده، وهنكليك وكمل كده. هتقولي طب النقطه دي تفضل متشعلقه لوحدها كده؟ لا، هنظبطها لك حالا. وبعدين ايه اهو يا عم انت رحت فين بس؟ اوب تعالى بقى كده عشان احنا غلطنا. بص كده غريبة، ما سابش النقطة يعني. ماشي الحمد لله. نايف تاني وسناب على الفيرتكس. لا مش هسناب خالص، بس هاجي من هنا واقول له هنا وبعدين هنا وهنا، وهنفضل ماشيين بيها تمام. داير ما يدور مش هينفع هنا، هنيجي هنا برضو في النص، يعني في النص كده، واقطع هنا وبعدين المهم انا مش عايز
الاقي في الموديل بتاعي بتاع ده ان جون، يعني مش عايز الاقي مثلث، انا بهرب من ان انا الاقي مثلث زي ما قلنا ممكن، لكن في اضيق الحدود. قادر تهرب منها اهرب منها زي ما انا عمال اهرب منها دلوقتي، تمام، وايدي وقفت تمام كده. المرة دي هيبقى هنا كده، المرة دي برضو في النص، كمل كده 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 وكده كده. اخيرا هيتقابلوا اهي، بس بعد كده اسكيب، بس مش اسكيب قوي. ليه بقى؟ النقطة دي هسيبها كده، ما ينفعش تسيب النقطة دي متعلقة في نص فيس. تقول لي طب ما احنا ممكن نوصل دي بدي، يبقى انت عملت ايه؟ ما انت عملت مثلثين، دي ما قدامكش معاها الا دي اهي. اسكيب، طبعا اسكيب عشان نلغي نفس الليلة هنا، دي قدامنا معاها دي، اسكيب. احنا عندنا لسه كمان تقريبا اتنين اهي، تمام، دي معاها دي، اسكيب، فاضل واحد. انا فاكر ان فاضل اهي، تمام، ودي معاها دي، واسكيب. كده الموديل بتاعي زي الفل. ده كده كمان ايه يعني، انا لسه عايز اتاكد بقى ان كل الدنيا تمام، كنترول ايه عشان نضمن ان لو في اتنين بوينت فوق بعض وهيطلع فيه تمام يتلحموا، ما يبقاش عندي مشاكل في الموديل. رايت كليك واقوم قايل له اوبتمايز، تمام. بصوا كده بدات تظبط مظبوط. عارفين بقى في الحاله دي بعد ما انا حوطت الموديل بالبتاع اللي انا عملتها دي كده، رايت كليك وخد اللوب باس كات وروح هنا كده اهو، اقدر هنا اعمل كات تمام زي ما انا عايز، وما عنديش اي حاجه اخاف منها تمام كده. مثلا اهو اقدر هنا اعمل كات براحتي، عايز اعمل بيفل هعمل بيفل. طب ما انا اعمل بيفل احسن، هروح لسلكت لوب، خد اللوب ده، شيفت خد اللوب ده، رايت كليك بيفل، وبيفل دي حتى انا مش محتاج البتاع اللي في النص تمام. زي الفل. display growth shading clean 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 model لسه ما خلصناش. طيب نيجي هنا ونقفل ده كده. بصوا بقى، اما يبقى عندك سب ديفيجن سيرفس ما تحاولش تخلي عندك فيسز طويله قوي كده عشان الموديل ما يبقاش تنجن، ما يبقاش مشدود. طب نعمل ايه؟ ولا حاجه، سيلكت رينج سيلكشن، خد دول رايت كليك. عندك هنا اداه حلوه قوي بتخلصك من القصه دي اسمها كونكت بوينت ايدجز، اختصارها ام ام، كونكت بوينت ايدجز. انت مش عملت كده، اضغط ام ام من الكيبورد ورا بعض، ام ام مره عملت واحده، ام ام عملت الثانيه تمام. نفس القصه هنا، كليك ام 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 ام، نفس القصه هنا، افتكر هنا ام ام مرتين. حلو، هنقمم فين تاني؟ هنا هقوم قايل له ام ام ام، هي واحده حلوه كده جوه. ما عادش يعني، بصوا ما عادش فيها الهوا، الدنيا جوه كلين وتمام و100 فل و14. هنا بقى انا عامل كنترول اس الاول عشان ده لو جرى له حاجه انا هضيع تمام. اقوم قايل هنا بولي موديل، واقوم ضاغط انتر، اقفل ده وارجع هنا تاني. انا عايز اعمل حاجه تانية، ده انا عايز اعمل كتير. هاجي على الفيسز
واسلكت الفيزز زي ما قلت لكم، انا مفيش في دماغي شيب معين، وهروح هنا واكليك اخد دول، يمكن اخد كمان اللي معاهم جنب ده كده واخد ده كده. عايز اضيع السلكشن الت كليك، كنترول كليك، انا اسف الت كليك دي بتاعت الماكس. هاجي هنا نفس الليله شيفت. شوفوا انا هنا محتار، يعني مش عارف اخد ده ولا ده الاول، لان مش عارف مين قدام مين. فببساطه اطلع فوق على التوب، هنلاقي ان احنا هناخد من اول ده. تمام، انا هكليكه كده شيفت شيفت، نرجع هنا كده اتاكد ان مفيش حاجه تحت. تمام، يبقى شيفت ومعايا هم أربعة فيسز فوق، ده وده 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 وده، دول حلو قوي قوي قوي. رايت كليك وهقول له اكسترود. بس قبل ما اقول له اكسترود بقى، اولا انا عايز دول وليكن هعملهم ماتيريال تانية او خامة تانية، خلاص، او واتيفر، انا هعمل انيميشن ان دول هينفصلوا عن ده مثلا. في حالة زي دي انا محتاج افصل مجموعه الفيسز دول كاوبجكت لوحده. عارفين يعني ايه اوبجكت لوحده؟ طب تتفصل ازاي دي؟ تتفصل ازاي؟ رايت كليك وعندي هنا حاجه اسمها سبليت. لو عملت سبليت تمام، هلاقي ان نزل لي سلندر تاني اهو، وده الاولاني. انا كده مش مقصر على حاجه، وده الاولاني اهو. تمام، يبقى ده هسميه مثلا، هسميه سايدز وابدا اشتغل. حلو، بس سايدز ده انا كده هشتغل عليه مرتين، يعني هشتغل هنا مره وبعدين اروح اشتغل هناك التانيه. طب ما في حل احلى من كده. تمام، لو شفنا كده ممكن اخد الفيسز وامسك الفيسز دي اللي هنا ده اهي ديليت. وخلي بالك روح على البوينت كده، لسه سايب النقط، بيعقدني من الحركه دي. كنترول ايه اوبتمايز، كنترول رايت كليك اجل ده واكليك على الموديل مود والسايدز ده اهو، هقوم رايح هنا كده واخد سيمتري واحط السيمتري تحت كده واقوم واخد السايدز بتاعت كده. اصبح كده واحد الناحيه الثانيه. سيمتري بيقوم مكاريت اخوه، بس خلي بالك هو بيكاريت على اتجاه محور معين، بمعنى ده كده ميرور بلان زد واي يعني على الاكس. لو انا قلت له اكس واي هيعمله على الزد، وفعلا هو حاطه جنبه. لو انا قلت له اكس زد هيعمله على واي. افتكر المره اللي فاتت اتكلمت في ده، فانا عايز اقول له زد واي عشان هو على اكس. في الحاله دي لو انا اشتغلت هنا هيأثر هنا، هروح هنا ورشيد اجي على الفيسز امسك الفيسز رايت كليك اكسترود واعمل اكسترود لبره مثلا كده. واحد يقول لي طب لو عملنا، طب ال سب ديفيجن سيرفس مأثر على ده وده؟ لا، عارف ليه؟ لان الباشا ده ما بيشوفش غير الهيراركي، غير اول حاجه في الهيراركي اللي تحته. طب انا عايزه اشوف كله، بسيطه، خد الاثنين دول وقول له الت مع جي، حطهم جوه جروب. تمام، كمل بقى، هنروح على ده على السايتس، اقفل دي. بالمناسبه لو انت على حاجه زي دي كده وعايز تقفلها وتفتحها من هنا، اضغط على الشورت كات بتاع كيو اهو، كيو هيخليك تشوف زي هتعمل ريفيو بسرعه كده كيو. تمام، هاجي على السايتس
ونكمل، ممكن نعمل حاجة ظريفة،